كابتن محمود صالح من احسن المساكين اللي جم في تاريخ الاهلي. محمود صالح كان بيأدي دوره كأحسن مساك في مصر. كان بيلعب ديفنس بصراحة، وكان راجل ممتاز وأخلاقه عالية جدا، ومن نجم من نجوم الكرة المصرية اللي هي يعني خلفت ناس كتيرة زيه وشبيهة ليه. حاليا موجودين ناس كتيرة بره زي حاجة زي كده. فأنا على الرغم إن أنا بشجع الزمالك، لكن طبعا بحب الأهلي. مش معنى كده إن أنا بحب أشجع الزمالك إن أنا بكره، لا، بحب الأهلي، بحب نجومه كلهم، وأحب ألعب أتفرج على اللعب بتاعهم، وأتمنى إن يكون هم ما جيل التمنات جيل لا حقيقي يعني جيل يعني جميل جدا ولا يتعوض طبعا. دي ازهى عصور فترات الاهلي، وطبعا الكابتن محمود غني عن التعريف ومحدش يقدر يختلف عليه كنجم في خط الدفاع، وكان في جيل العمالقه، وده واحد من عمالقه مصر كلها. ودايما لما نفتكر الكابتن محمود صالح هنفتكر اللي لعب جنب كابتن مصطفى يونس وكابتن محمود الخطيب، ويعني جيل عمالقه. يعني نتمنى واحد زي كابتن محمود صالح النهارده موجود في خط الدفاع، ولو حد موجود النهارده في خط الدفاع زي كابتن محمود صالح، وده ما بنقللش من الناس اللي موجوده، ولكن احنا النهارده ينقصنا حد او لعيب في خط الدفاع زي كابتن محمود صالح. والاول احنا عايزين نقول له كل سنه وحضرتك طيب، و فرصة سعيدة ان احنا شفنا حضرتك النهاردة، ونتمنى نشوف حضرتك على طول.